مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. صراحة قمة المعاناة، وحنا مع هاد الزوجين اللي الزوج قطع رجليه بسبب مرض السكري، والزوجة مؤخرا تصابت بمرض السرطان. كنعرفوا بان هاد الامراض جد مكلفة وكتبغي بزاف ديال المصاريف، ولكن للاسف هاد الناس ما عندهمش باش غاديين يتعالجوا. داكشي علاش بغاو يوجهوا نداء للناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا دابا، هاد الناس هادو ما عندهمش باش غيشريو الدواء، وليداتهم مازالين تيقراو وخاصهم بزاف ديال المصاريف. كنتمنى من الناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن انهم يتعاونوا معهم ويساعدوهم. السلام عليكم. المشكل اللي عندكم وشنو النداء ديالكم للناس المحسنين اللي قادرين انهم يساعدوك انت والزوج ديالك؟ بغيت اختي يهزوني من الحصات وهزوا لي وليداتي صغار، ولا ما عايشه لا والو اختي. الحاله كيشوفوها خوتي خواتاتي. يعني دابا حاليا كتعيشوا كتمروا من ظروف صعيبه بزاف بزاف بزاف. الزوج ديالك مرض بزاف، ما عنديش وليد درا صغير خرج خدم 100 درهم. اش غديري اختي 100 درهم؟ وليد شحال عمره ولا خرج؟ 14 عام. 14 عام. اه مسكين الوليد مابقاش باغي يقرا بسبب من شاف هادشي من القوم ياكلوا باش يعيش الجمعه. يعني خاص ضروري الحصص الشيمي ديريهم. ضروري خرجهم ليا 34 باش كنتعالج. وجي ما عندكش هاد؟ ما عنديش اختي. هزني واحد السيد باش مشى دار ليا واحد الصدفة، هو اللي داني اختي، وانا ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى. امتى قطع رجليه؟ ورا شي 10 سنين ولا اكثر من 10 سنين كاع وانا هازه، وانا اللي كنت خارجه على باب الله. يعطوني يخلصوا عليا هاد الحصات. العلاج ديالك؟ العلاج ديالي الوليدات. ما مصاريف ديال المعيشه ديال وليداتكم؟ ديال الوليدات ما لقاش والله اختي، عندي غير الله سبحانه وتعالى. انا حتى واحد ما خدام. ما عندي انا جلست اختي، انا حنا جوج. الوليد خدم 100 درهم اش غدير لي اختي؟ ما عندهم ما عندهم. خاصو يقرا 14 عام ولا خاصو؟ هو خرج من المدرسه. يعاونوني في الطريطه. الرقم ديالكم ديال التليفون شحال؟ جبت طامين التليفون. انا نملي عليك 06. انا محافظه ديال البنت. نقول لك وتقولي مورايا 06. 06. 75 99 07 63. الله يرحم الوالدين، الله يجازيهم بخير. شاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي قمة المعاناة. الزوج قطع رجليه وزوجة مريضة سرطان، ما عندهمش باش غاديين يتعالجوا. نداءنا الناس المحسنين اللي داخل وخارج أرض الوطن أنهم يتعاونوا مع هاد الزوجين، خاصة أنهم كيمروا من ظروف. مرحبا أختي. معنا مشاهدي قناة